أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من ATV العدالة، نقدمها لكم أنا محمد نجم وزميلتي. أنا رؤية شرف الدين، أهلا بكم، والبداية دوما مع أبرز العناوين. توجيه سامن بالتعاون البناء بين السلطتين وتأكيدات على التمسك بالدستور وتطبيق القانون ودعم المسيرة التنموية. كانت هناك العديد من التوصيات والتوجيهات والرسائل المهمة بل في غاية الأهمية. والغانم، عقب لقاء سمو الأمير وسمو ولي العهد استمعنا لتوجيهات مهمة تصب في صالح البلاد والعباد. تقدمت بهذه الأسئلة البرلمانية الموجهة للوزراء المعنيين، واللي جدية الحكومة راح تقاس على أساس الإجابات. برنامج عمل الحكومة محور أسئلة للوزراء المعنيين ومقترحات عنوانها زيادة الإيرادات وخفض المصروفات. هذا وتستمر عملية تقديم إقرار الذمة المالية الخاص بمجلسي الأمة والوزراء خلال الفترة المتاحة والمتمثلة بستين يوما. مؤشر الإصابة بكورونا في البلاد عند أدنى المعدلات واستمرار حملة التطعيم لليوم الرابع على التوالي. التطعيم ممتاز جدا، طعمنا بالأول مع الكوليرا وهذولا، وهي التطعيم الثاني يعني. استمرار حملة التطعيم لليوم الرابع على التوالي. وفي النشرة، رحلات إضافية مع الدول التي يتواجد بها مواطنون عالقون حال استئناف الحركة الجوية وأربعة شروط للمغادرة. توجيه سام وتأكيدات أميرية على أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل على تعزيز مسيرة العمل النيابي لما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ودعم مسيرة التنمية ومواجهة كافة التحديات. جاء ذلك لدى استقبال سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في قصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي 16 وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري بمناسبة تشكيل هيئة المكتب، حيث زودهم سموه بتوجيهاته متمنيا لهم التوفيق والسداد. كما شدد سموه على ضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون. إلى ذلك، أكد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وضرورة تعزيز مسيرة العمل الديمقراطي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة ومواجهة مجمل التحديات. وخلال استقباله رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي 16 وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري، وجه سمو ولي العهد بضرورة احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون متمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة الوطن. بدوره قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه تشرف وأعضاء مكتب المجلس بلقاء سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في أول لقاء لأعضاء المكتب مع سموهما. وأوضح الغانم أنه استمع وأعضاء مكتب المجلس إلى العديد من التوصيات والتوجيهات المهمة. نعم، من سمو الأمير وسمو ولي العهد التي تصب في صالح البلاد والعباد. التقيت وأعضاء مكتب المجلس الكرام وتشرفنا بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رعاه الله في أول لقاء لمكتب المجلس مع سموه سمو الأمير وسمو ولي العهد. وكانت هناك العديد من التوصيات والتوجيهات
والرسائل المهمة بل في غاية الأهمية، كلها تصب في صالح البلاد والعباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا كأعضاء، كرئيس وأعضاء لمجلس الأمة، على تنفيذها وتطبيقها وتحويلها إلى واقع عملي ملموس يستفيد منه المواطن. وبالتأكيد أنا شخصيا وأخواني أعضاء مكتب المجلس سننقل كل هذه الرسائل والتوصيات المهمة إلى كافة أخواننا أعضاء مجلس الأمة. إضافة لذلك، الجلسة القادمة إن شاء الله يوم الثلاثاء 5 يناير، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون سنة جديدة فيها خير للكويت والكويتيين والعالم أجمع. في سياق مختلف، قام مبعوث سمو أمير البلاد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد بتسليم رسالتين خطيتين من سموه إلى كل من سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير قطر، وكذلك إلى ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة. تضمنتا العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط الكويت مع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمهما وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. بالعودة إلى الساحة البرلمانية، فقد أعلن النائب عبد العزيز الصقعبي تقديمه مجموعة أسئلة برلمانية إلى عدد من الوزراء المعنيين بخصوص برنامج العمل الحكومي، مؤكدا أنه بناء على الردود سيتقدم بمجموعة من الاقتراحات بقوانين تهدف إلى زيادة الإيرادات وخفض المصروفات بالطريقة السليمة. وقال إن برنامج عمل الحكومة الذي تم تسريبه هزيل ومتواضع، ولا يرقى إلى مستوى حكومة جادة في الإصلاح وتتطلع للتغيير والتعاون والإنجاز. هذا البرنامج اللي كان من المفترض تقديمه قبل أسبوعين وفق المادة 98 من الدستور، حتى اليوم مع الأسف الشديد الحكومة ما قدمت شيء بشكل رسمي، ولا حتى نزلت نفي عن هذا الخبر، وبحد ذاته عدم النفي إثبات، وإثبات خطير، لأن لو صحت هذه الأخبار المنشورة، لو صح هذا البرنامج، برنامج عمل الحكومة، إحنا أمام برنامج هزيل ومتواضع لا يرقى لمستوى حكومة جادة في الإصلاح، لا يرقى لمستوى حكومة تتطلع للتغيير والتعاون والإنجاز. أنا كنت أتوقع حقيقة لما أشوف برنامج الحكومة، كنت أتوقع أن تتضمن أو يتضمن هذا البرنامج خطط استراتيجية لإصلاحات اقتصادية حقيقية، حلول جذرية. كنت أتوقع إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بما يتناسب مع الوضع الجديد، يتناسب مع منظومة اقتصادية ما تعتمد بالدرجة الأولى على النفط، 90% من إيراداتنا نفطية. لكن مع الأسف اللي وجدناه حلول آنية ترقيعية مؤقتة كالعادة، وهذا الأمر تعودناه من الحكومات السابقة وكنا ننتقدها دائما عليه، وما زال النهج هو النهج. تبون حلول؟ هذه حلول مستعجلة، ولكن تؤخذ من مكانها الصحيح، من رأس الهرم، مو من جيب المواطن البسيط اللي ما يكفي حتى معاشه. وعلي تقدمت بهذه الأسئلة البرلمانية الموجهة للوزراء المعنيين، واللي جدية الحكومة راح تقاس على أساس الإجابات على هذه الأسئلة ومدى شفافيتها، واللي بناء عليه إن شاء الله راح أتقدم بمقترحات لقوانين من شأنها رفع الإيرادات وخفض المصروفات، ولكن بالطريقة السليمة. وفي نشاط اللجان البرلمانية، ناقشت لجنة شؤون الإسكان خلال اجتماعها اليوم المعوقات التي تواجه عددا من المشاريع الإسكانية، وقررت دعوة الجهات المعنية لاستكمال مناقشة هذه المعوقات. وقال رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور إن الاجتماع تم بحضور وزير الإسكان وممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان، حيث تناول مختلف القضايا والشكاوى المقدمة للرعاية السكنية التي تم الاستماع إليها من اللجان التطوعية والشعبية. كما تطرق الاجتماع لخطة وزارة الإسكان للمرحلة المقبلة على صعيد المشاريع الحالية والمستقبلية. من ضمن الأمور اللي نبهنا عليها كإجراءات سريعة، طبعا استفهمنا فيها أول شيء عن العوائق اللي حاصلة في منطقة جنوب سعد العبدالله، والعوائق اللي حاصلة في منطقة خيطان السكنية، وأيضا العوائق الحاصلة أو التأخير اللي حاصل في منطقة المطلع، وأيضا العوائق الحاصلة في منطقة صباح الأحمد
خاصة في قضية البنية التحتية أجلكم الله والصرف الصحي، وأيضا جنوب صباح الأحمد وتأخير إقامة البنية التحتية، وأيضا قضية جنوب عبد الله المبارك، وأيضا عدم القدم في قضية البنية التحتية أيضا. وبإذن الله راح تتوالى هذه اللقاءات وراح يكون فيها إجراءات جيدة، لكن استفهمنا حقيقة في منطقة جنوب سعد العبد الله أن العوائق هي بسبب أيضا جهات أخرى، كقضية الدواجن هي بسبب كتاب موجه من الهيئة العامة للزراعة في تمديد الرخصة لمزرعة الدواجن في منطقة جنوب سعد العبد الله. بيكون بإذن الله لنا في اللقاء القادم راح نستدعي المسؤولين في الهيئة العامة للزراعة للوقوف على سبب التمديد لهذه الشركة. تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري للبحث عن الشخص المفقود في بحر أبراج الكويت منذ يوم السبت الماضي. فقد استمع الصالح إلى شرح مفصل من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ومدير إدارة الإطفاء البحري العقيد بدر الكدم عن سير عمليات البحث التي تقوم بها زوارق إدارة الإطفاء البحري، إضافة إلى مشاركة بعض الجهات مثل خفر السواحل والطيران العمودي التابع لوزارتي الداخلية والدفاع. هذا وقد أشاد الصالح بالجهود المبذولة والمتواصلة التي تقوم بها فرق الإطفاء البحري والأهالي للعثور على المفقود. وفي تصريح لكاميرا اي تي في العدالة، أوضح مدير إدارة لجان فحص إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة صالح لتنيب إن أعضاء مجلس الأمة وكذلك السلطة التنفيذية ضمن الفئات التي حددها القانون ويتوجب عليها تقديم إقرارات الذمة المالية حسب المواعيد المقررة قانونيا. وأشار لتنيب إلى أن الإقرار الأول يقدم خلال 60 يوما من تولي هذه الصفة، ثم يتم تقديم تحديث لهذا الإقرار بعد مضي 3 سنوات، في حين يتم تقديم الإقرار النهائي بعد زوال الصفة الوظيفية. نتابع تقرير الزميل موفق العرقان. تواصل الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة استقبال أعضاء مجلس الأمة لتقديم إقرارات ذممهم المالية في الوقت الذي عكفت فيه أيضا على التواصل مع أمانة مجلس الأمة لتنبيه أعضاء المجلس وتوعيتهم بمواعيد تقديم إقرارات ذممهم المالية، حيث بيّنت نزاهة أن أعضاء مجلس الأمة والسلطة التنفيذية ضمن الفئات التي شملها قانون إقرار الذمم المالية. إقرار الذمة المالية هو وفقا لاختصاصات الهيئة العامة لمكافحة الفساد تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل لجان لفحصها. طبعا ورد تعريف للذمة المالية في هذا القانون، هي عبارة عن مال الخاضع من التزامات وكذلك حقوق وممتلكات عقارية ونقدية ومنقولة داخل وخارج الكويت، بالإضافة إلى حقوق الانتفاع والتوكيلات والتفويضات ذات الأثر المالي. بناء على هذا التعريف هناك نموذج يقوم بتعبئة الخاضع يقدمه للهيئة. وفقا للمادة الثانية من القانون هناك فئات حددها القانون لتقديم قرار الذمة المالية، بدءا من السلطة التنفيذية على رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومنهم بدرجة وزير تنفيذي، وكذلك القياديون منهم وكلاء وزارات ووكلاء مساعدون مدراء إدارات، بالإضافة إلى السلطة التشريعية اللي هي على رأسها رئيس مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس البلدي، وهناك كذلك السلطة القضائية عليها تقديم قرار الذمة المالية. أعضاء مجلس الأمة وكذلك السلطة التنفيذية يتوجب عليهم تقديم تلك الإقرارات حسب المواعيد المقررة قانونا، حيث أن الإقرار الأول يقدم خلال 60 يوما من تولي هذه الصفة، ثم يتم تقديم تحديث لهذا الإقرار بعد مضي 3 سنوات خلال 60 يوما، ثم بعد ذلك يتم تقديم الإقرار النهائي بعد زوال الصفة الوظيفية. وفور إعلان النتائج في 6/12 بعد الانتخابات التي أقيمت في 5/12 هناك مهلة لأعضاء مجلس الأمة لتقديم الإقرار الأول خلال 60 يوم من إعلان النتائج، وبالتالي عندهم فترة لتقديم هذا الإقرار من خلال طبعا تعبئة النموذج الموجود في موقع الهيئة الإلكتروني، تعبئته وتقديمه إلى الهيئة في مقر الهيئة بالشامية. هو عبارة عن نموذج تم تصميمه وفقا
للائحة التنفيذية يعني، وتم إدراجه في موقع الهيئة. يحتوي هذا النموذج يعني على جداول خاصة يفصح فيها عضو مجلس الأمة عن ممتلكاته العقارية المنقولة، الأموال، الأسهم والحصص في الشركات، وكذلك الديون والالتزامات اللي عليه، بإضافة إلى حقوق الانتفاع والتوكيلات والتفويضات ذات الأثر المالي، يقدمها ويعبيها في هذا النموذج، يوقع على هذا النموذج، يقدمه للهيئة في مقر الهيئة ويحصل على إيصال بالاستلام. هذا الإقرار الأول. وهناك موعد آخر اللي هو التحديث، يتم تقديمه بعد 3 سنوات، وهناك إقرار نهائي، هو نفس النموذج ولكن مواعيده تختلف حسب نوع الإقرار. هذا وتستمر عملية تقديم إقرار الذمة المالية الخاص بمجلسي الأمة والوزراء خلال الفترة المتاحة والمتمثلة ب60 يوما، والتي بدأت في 6 من الشهر الجاري وستستمر إلى 4 فبراير العام القادم. مبنى الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة في منطقة الشامية وموفق العرقان، ATV العدالة. إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد تقرير فريق متابعة الأداء الحكومي أثناء أزمة كورونا بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، وذلك تعزيزا لمفهوم النزاهة والشفافية في جميع الإجراءات الحكومية والإدارية أو الصحية، والحرص على مدى تطابقها مع الاشتراطات والتوصيات والممارسات العالمية. وأكدت الأمين العام المساعد للوقاية في الهيئة أبرار الحماد أن تعاون النزاهة مع منظمات المجتمع المدني ينطلق من الإيمان بأهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني في تعزيز النزاهة، والذي ترجم في مبادرات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2024، خصوصا ما يتعلق بتعزيز التكامل بين جهود القطاع العام والمجتمع المدني في هذا المجال. فيما كشفت وزارة الصحة عن تسجيل حالة وفاة واحدة و205 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 228 حالة، تواصلت ولليوم الرابع على التوالي حملة التطعيم ضد كوفيد-19. واستمر توافد المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح من العاملين في الصفوف الأمامية وفئة كبار السن، حيث تواصل وزارة الصحة حملة التطعيم وسط التأكيد على ضرورة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لحجز موعد لأخذ التطعيمات. نشوف الجمع الهائل من الصفوف الأولى، من الأطباء، من أطباء القطاع الخاص والقطاع الأهلي، من القوات الخاصة، من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وأيضا الرعيل الأول، كبار السن المتواجدين حاليا في هذا المركز ويقومون بأخذ اللقاح. الكل يشيد بجهود وزارة الصحة، لكن أحب أقول لكم الياو كبار السن، أبهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، يا وهم مقتنعين اقتناع تام بأن اللقاح آمن، لأنهم حابين يحافظون على نفسهم من هذا المرض، وإن شاء الله ويكونون أهم قدوة لكم والباقي، كل من يتقدم بتسجيل نفسه على هذه المنصة حتى يتم تطعيم على الأقل 80% من مجموع المقيمين على هذه الأرض الطيبة، حتى نحصل على المناعة المجتمعية وبذلك نقضي على هذا الوباء ونعود تدريجيا للحياة الطبيعية. لأي تدخل طبي جديد دائما يكون هناك تخوفات من مضاعفات أو أعراض جانبية مصاحبة لهذا التدخل، لكن في بالنسبة للقاح كورونا لا يعتبر هو تدخل طبي جديد. اللقاحات المعتمدة على تكنولوجيا الامرني كانت مكتشفة من 90s ودخلت حيز الدراسات السريرية على مختلف الأمراض المعدية والفيروسات منذ 2013، وخلال هذه الفترة لم تظهر أي من المضاعفات طويلة الأمد متعلقة بهذا اللقاح. وبالنسبة حق لقاح كورونا بالتحديد، فدخل حيز الدراسات تقريبا من أبريل الماضي، طبعا سبقها دراسات قبل السريرية المتعلقة بالحيوانات، وخلال الدراسات السريرية دخلت في 3 مراحل مختلفة من الدراسات السريرية، المرحلة الأولى والثانية والثالثة، بأعداد متطوعين مختلفة، حتى بالمرحلة الثالثة كان عدد المتطوعين فاق 44,000. وخلال هذه المراحل المختلفة لم تظهر أي من الأعراض طويلة
المدى. هناك بعض المتابعات فاقت مدة 6 أشهر دون مضاعفات طويلة. معظم المضاعفات التي تم رصدها خلال الدراسات وحتى خلال حملة تطعيمات في الكويت كانت ألم مكان الحقنة، تعب عام وألم في العضلات لا يتعدى مدة 24 ساعة. التطعيم ممتاز جدا، طعمنا بالأول مع الكوليرا وهذولا، وهي التطعيم الثاني الحين. لا الحمد لله يا لك الحمد. معلوم أنا أشوفها الحين عمري 91 من أحسن ما يكون. قبل أمشي وياي ما بعد ما بي هذه التير، بس لازم يحب وطننا لازم يطعم كل شيء. كل ما يقولوا يقول ما إن شاء الله. أعلن المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان تسهيل تشغيل رحلات إضافية لشركات الطيران من الدول التي يتواجد فيها مواطنون عالقون بعد استئناف الرحلات التجارية اعتبارا من السبت المقبل. وقال الفوزان إن الهدف من هذه الخطوة التسهيل على عودة المسافرين في هذه الظروف الاستثنائية، لا سيما بعد وقف رحلات الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي لمدة 10 أيام. وكانت الطيران المدني أعلنت أمس استئناف رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم السبت المقبل في تمام الساعة 4 فجرا بتوقيت البلاد. وقد أعلنت الطيران المدني عن 4 شروط ينبغي توافرها لمغادرة الراغبين في السفر عبر مطار الكويت، وهي التسجيل في منصة كويت مسافر، وحصول المواطنين على تأمين صحي، وتوقيع إقرار التعهد وشهادة PCR للدول التي تطلب ذلك. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. تشغيل وحدة معالجة النفث بالهيدروجين في مصفاة ميناء عبد الله. أهلا بكم مجددا. أعلنت شركة البترول الوطنية تشغيل وحدة معالجة النفث بالهيدروجين رقم 117 في مصفاة ميناء عبد الله، وهي إحدى الوحدات التابعة لمشروع الوقود البيئي في المصفاة. وقالت النائبة الرئيسة التنفيذي لمصفاة ميناء عبد الله وضحى الخطيب أن الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة تصل إلى 23500 برميل يوميا، وهي تعمل على إزالة الشوائب مثل الكبريت والنيتروجين والمعادن. وأوضحت أن الوحدة تنتج نفثة معالجة ذات محتوى كبريتي منخفض وتتماشى مع أعلى المواصفات العالمية، مشيرة إلى أنه تم تصميمها من إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج المواد الحفازة وتصميم مصانع المعالجة القائمة عليها. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 69 سنتا ليبلغ 50 دولارا و58 سنتا للبرميل. وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 38 سنتا لتبلغ 48 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا لتبلغ 51 دولارا و9 سنتات. النشرة متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. انطلاق الدوري الممتاز في 14 يناير. أهلا بكم مجددا. أكد فهد الهملان عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة المسابقات أن دوري STC الممتاز سينطلق في 14 يناير المقبل بمشاركة 10 فرق. وقال في بيان رسمي نشره الاتحاد أن دوري الدرجة الأولى سيبدأ في 17 من الشهر المقبل أيضا بمشاركة 5 فرق. وبيان الهملان أن الاتحاد حريص على مصلحة الجميع، إلا أن تأجيل المباريات أو المسابقات
يعتبر أمرا صعبا جدا حاليا بسبب ضغط الرزنامة في الفترة الحالية، مضيفا أن الاتحاد يسعى لتجهيز المنتخب الوطني الأول بالصورة المناسبة تحضيرا لخوض تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لمونديال قطر وكأس آسيا بالصين، وذلك من خلال المباريات الودية والمعسكرات الخارجية. تغلب الساحل على اليرموك بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد نادي الشباب ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ولي العهد لكرة القدم في نسختها 28. وتقدم اليرموك بهدف عن طريق المحترف عدي الدباغ، وعادل للساحل المحترف ماركوس من ضربة جزاء قبل أن يعود نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني لفريقه. وفي اللقاء الثاني تخطى برجان عقبة النصر بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وذلك على استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة. حددت لجنة كرة الصالات في اتحاد كرة القدم وبالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات برنامج المباريات الودية الدولية للأزرق في رحلة الاستعداد للمشاركة في نهائيات البطولة الأسيوية المقرر إقامتها في البلاد خلال شهر مارس المقبل. ويتضمن برنامج مباريات الأعداد خوض المنتخب الوطني 8 مواجهات تجريبية يستهلها بملاقاة أوزباكستان خلال فبراير المقبل في تاشقند عاصمة أوزباكستان، قبل مواجهتي منتخبي الإمارات وعمان في الشهر ذاته في العاصمة الإماراتية أبوظبي. إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا لهذه الليلة، كما يمكنكم متابعة أخبارنا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكنكم مشاركتنا بآرائكم وقضاياكم ومناشداتكم عبر مقاطع فيديو قصيرة على رقم واتساب ضمن فقرة تفاعلات. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.